رمضان كريم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في برنامجنا برنامج المصل يا جمعتنا. طبعا في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون معنا شيف نشوان حتى يقدم لنا اطباق مميزه لهذا اليوم. بالبدايه رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. رمضان كريم على شميرنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالبدايه تكلم عن الاطباق من هذا اليوم. اليوم عندنا ثلاث اطباق، سوق خضروات على الطريقه الفرنسيه، وعندنا كوكتيل روبيان، وعندنا الطبق الاساس اللي هو معكرونه غراتان. هذا الطبق الاساسي. هسه نعم. راح نبلش باي طبق؟ راح نبلش هسه بطبق المعكرونه. تمام. اوكي، هسه بالبدايه راح نبدا نسوي الصلصات. هذا الطبق يتكون من حوالي ربع كيلو من المعكرونه المسلوقه، جبن بارميزان، العمل الصلصه، زبده، طحين، حليب، بالاضافه الى بعض شويه توابل. وعندنا صلصه ثانيه. التوابل ايش راح تخلي؟ تخلى فلفل اسود، فلفل ابيض، بالاضافه الى الملح. ايضا عندنا الصلصه الثانيه اللي هي صلصه البولونيز، طريق صلصه لحم المثروم، تتكون من لحم مثروم وبصل ناعم وثوم ومعجون طماطه، وطماطه ايضا مقطعه. هسه احنا راح نبلش بالشغل. إن شاء اوكي الله. راح نبدا باول صلصه اللي هي صلصه البيشاميل. اول شيء نعمل السلطه. نعم. صلصه عندنا احنا المعكرونه يعني سالقيها ومجهزيها مسلوقه، هي مسلوقه وكامله. أوكي. فقط يعني توضع بالبايركس. اوكي، ويا الصلصات. اوكي، يعني المعكرونية تتجهز قبل بوقت حتى بعدها تعملون الصلصة. احنا مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة بالنسبة لمقادير البيشاميل، كميتين متساويتين من الطحين والزبد، ونضاعف الكمية بالنسبة للحليب. طبعا. يعني هسه احنا راح ناخذ حوالي 100 غرام زبد. زبد، اوكي. بالبدايه نخلي شويه زيت. زيت قل شويه زيت بعدين فقط على مود لا يشتعل الزبد. الزبده شويه تموع. يعني دائما هذا شيء قانون اساسي، اذا يقلون بالزبد يخلون لازم زيت شوية عادي. من الزيت. زيت خطأ. عادي. اوكي. كميه الطحين اللي راح تخليها؟ يعني اذا 100 غرام زبد 100 غرام طحين، 50 غرام زبد 50 غرام طحين. نفس الشيء. نفس الشيء، الطحين والزبد يكونون. بس يمكن الحليب يعني تكثر بها لو طحين. الحليب لا اكثر. يعني يضاعف الحليب حتى يصير شويه سائل. هسه بعد ما ضفنا الزبد والزيت وساحوا بهي الطريقه، راح هسه نقوم باضافه الطحين. تمام. نفس الكميه. نفس كميه الزبد. نفس كميه الزبد. تحريك مستمر لازم. تحريك مستمر. بدون ما يتغير لون الطحين. يعني لازم يظل هالشكل، بس المهم شويه تخلطه. بالضبط. هسه راح نضيف الحليب شويه شويه. نضيف الحليب بشكل تدريجي. مثل ما قلنا يعني كمية الحليب لازم تكون أكثر من تضاعف الكمية. يعني وين تدخن تبين عليها كم طاقة الصلصة، معناتها هاي الكمية تقريبا هسه جاهزة. يعني لازم تكون بهذا الشكل بهذه الطريقة. نقدر نخلي شوية حليب بعد أكثر إذا نشوف اللي ما يغد تكون ثقيلة. بالضبط. أكثر خاصة هاي راح تدخل فرن. فراح تدخن بالفرن أيضا. فلازم نحسب حساب. أوكي. الفرن أيضا وحسب. بس نضيف الملح والفلفل. يعني بس التوابل راح تخليها بس.
يعني نسبة الحدادية بها شوية تكون قليلة؟ هي ما بها حدادية، يعني فقط شيء بسيط يعني. شيء بسيط. هسه هاي الصلصة جاهزة. اوكي؟ هسه راح نبدي بعمل الصلصة الثانية اللي هي صلصة اللحم البولونيز. حتى نقوم هاي هسه تفنش الطبق. جهزت. اوكي. هاي الصلصة الأولى. اوكي. نفس الحالة، زبد وزيت. وزيت. يعني نفس المقدار همينة؟ نفس المقدار تقريبا. شوية أقل لأنه اللحم ممكن يكون بيه دهن. تمام، يعني لازم تكون الدهن شويه بيكون بيها اقل. بالضبط. هذه الصلصه تاخذ بصل وثوم. راح نقوم بتقطيع البصل. ايش قد يعني نسحب؟ يعني حوالي 100 غرام. يعني الثوم كأساسي لازم يتخلى معاها، يعني كمية اللي قليلة يطيق انه ما يضيفه. بالضبط. طريقته يعني نعم لا نعم ولا بالضبط. مش الوسط. يحمى الزيت وتخليه البصل عادي. أول مرة نخلي الثوم، معلقة ثوم، نص معلقة تقريبا. الثوم أول شيء وبعد بالضبط. البصل اللي غير كمية الثوم أكثر يطيق إنه يضيف بعد. تمام شيء؟ على حسب الرغبة. نضيف البصل. هو عشان لازم يكون شكله يعني يتحمر لو شوية يشقر شوية بس. زين نحكي على هذا الطبق، يعني هو اشنو هذا الطبق؟ لا، من المطبخ الإيطالي. إيطالي. من المطبخ الإيطالي اللي هي معكرونة غراتان. ممكن يتخلى فقط دجاج مع صلصة البشاميل بدون لحم. دجاج. أوكي. دجاج مسلوق مفلس. أيضا. وشلون يكون طريقة التقديم؟ طريقة نفس الشيء. طبقات. طريقة لا ما يعني ما يتقدم ويا أي شيء هو يعني لأنه هو نشويات، يعني هو معكرونة. فما يتقدم وياه لا رز ولا خضار ولا اي شيء. ممكن سلطه بالبدايه، ممكن يتقدم معاه سلطه خضراء وقبلات يعني تكون معاه. بالضبط. سلطه شرقيه. نحن هاي الكميه ايش قد كم شخص؟ يعني هاي مال شخصين تقريبا. هسه راح نضيف اللحم المثروم. اللحم المثروم هذا بنسبة يعني حوالي 5% من الدهون، يعني مو فقط لحم هبر صافي. بينه همين دهون يعني؟ شوية. أوكي. نسبة قليلة. ايش قد كميته هذا؟ يعني تقريبا ربع كيلو. يعني بعد ما يذبل البصل يبين انه كن ذبل، تخلي اللحم مثروم فقط. نعم. توابل همين راح احط توابل فلفل اسود وملح فقط بس، يعني مشابه للصلصة الاولى. لا هاي تاخذ فلفل ابيض او تاخذ جوزة الطيب هاي الصلصة. بس هذه لا، لانه هذا لحم احمر وصلصة حمراء هي، فممكن يتخلى فلفل اسود عادي. فلفل احمر همين يصير معاه؟ ممكن هاي حسب الرغبة. البهارات يعني على حسب الموجود ايضا بالبيت. تمام. بهاي الاثناء راح نقطع طماطة فريش وتطعم بالصلصة ايضا. راح تخليها معاها يعني؟ بالضبط، مع المعجون.
كم حبايه طماطه راح تخلي؟ وحده تكفي. يعني هذا الحجم راح ايه، لانه هي راح تموع يعني بالصلصه. لازم يكون يعني اللحم. شكل اللحم هالشكل بالضبط. هسه ننتظر شويه الطماطم يعني تدخل ويا اللحم، وبهذا الاثناء راح نتبل بالفلفل الاسود والملح. فلفل اسود وملح، رشه خفيفه. يعني تقريبا ايش قد تخلي فلفل اسود؟ يعني حوالي 10 غرامات، يعني معلقه كوب. اوكي. والملح بنفس الحاله، الملح على حسب الذوق. حسب يعني اللي يريد ملح، اللي يريد نص نص، هذا الشيء يعود له. عشان لازم يكون شكل الطماطه يعني هي هسه راح يعني تنمرد، يعني تدخل بالصلصه. اوكي. يعني تخلي لها ساعة معجون؟ هسه راح نخلي المعجون بس شويه. يعني بس مجرد انه تذبل الطماطه بالضبط. هو يعني لازم يكون هكذا حجم الطماطه؟ لا ممكن أحسن. انا يعني عادي مو مشكله، لانه هو ما راح يبين في النهايه الطماطه، لانه هي راح تصير صلصه. صلصه اوكي، تدخل مع الصلصه. هسه راح نقوم، راح نخلي المعجون انا هسه. معلقة أكل شوية. يعني ما تخليها بماي وتخلطها حتى تصير صلصة؟ لا لا، لازم هشكل أول مرة ينقلي شوية. المعجون. أوكي. يعني هو لازم ينقلي بالضبط، حتى المعجون يعني ممكن يكون قديم، يعني على سبيل المثال بالحرارة كله يتعدل الطعم. يعني هي راح تصير مثل الصلصه مال المعكرونه العاديه بالضبط. يعني هي هذه ممكن يتخلى عليها معكرونه بوحدها، تصير صلصه بولونيز، يعني معكرونه بصلصه البولونيز او سباكيتي. تمام، هي المعكرونه العاديه اللي يعملوها دائما بالبيت، هذا الشكل، هاي المعكرونه او السباكيتي الطويله. هسه راح نضيف شويه من الماي حتى تستوي، تغلي شويه حتى اللحم شويه يستوي. يعني هو الماء لازم شوي يكون اكثر من اللحم؟ لا يعني هو حسب العين. في النهايه هاي الصلصه لازم تكون ثخينه، يعني مو تكون سائله. يعني هالشكل تقريبا قد يعني لازم تعوفه تغلي لما يندمجون؟ يعني 10 دقائق. 10 دقائق ما اكثر، لانه هو لحم مفروم والبصل اساسا هو مستوي، هو والثوم، ففقط تجميع المكونات. يعني عم الطماطه تندمج مع بالضبط، يعني بس يكتمل الطعم. يتوحد. هسه الصلصه صارت جاهزه للشغل بهاي الطريقه. يعني هذا الشكل أيضا لازم يكون، انه هسه راح تدخل فرن فراح تغلي اكثر مع الصلصه الثانيه. يعني ما ضروري تكون تغلي اكثر من اللازم، لان هي راح تتخلى بالفرن، يعني ما لازم تتنشف. تمام اوكي. هسه اذا فيها ماء شويه شويه. تمام. هسه احنا راح نبدي نحضر البايركس، اللي هو الجراتان اللي يتكون من المعكرونه والصلصات الاثنين اللي خلينا. أوكي؟ تمام. راح نبدي بالبدايه، اول ما نخلي شويه زبد بالاسفل. اسفل لازم زبد. نعم. أوكي. شيء قليل. شيء قليل فقط لل حتى لا يلزقون او شيء. بالضبط. ولو انه هذا فخار يعني ما يلزق. ما يلزق. للاحتياط يعني. هو ممكن يصير بايركس بلول او صينيه ستيل. يعني مشابه لهذا البايركس اللي عندنا هون. هذا او هذاك.
عدة أنواع، يعني أكو فخار والبيروكسات، أكو أحجام يعني. بالضبط الموجود بالبيت. هسه راح نخلي بالبداية صلصة بولونيز، صلصة لحم. صلصة الحمراء يعني أول شيء. نخلي طبقة معكرونة. اوكي هسه راح نخلي طبقه المعكرونه. المعكرونه اللي مسلوقه حوالي 7 دقائق 8 دقائق بالماء والزيت والملح. تمام. اوكي يعني معاها زيت وملح هي. بالضبط شويه. يعني هو راح يكون طبقات. هسه راح نخلي الصلصه البيضاء اللي هي البيشاميل. اوكي. اللي حضرناها اول شيء هذه. يعني شيء عادي انه هي كم بغدت. بالضبط. ممكن نخلي شويه من هذه، يعني صلصتين ديسكات اثنين من الصلصات. يعني مثل شكل الكيكه هي شكل شيء. بالضبط. هذا شيء حسب رغبة البيت، يعني اذا تريد تتفنن بالطبخ تصير تخلي طبقات. الروبة. راح نخلي هسه معكرونه طبقه اخيره. هاي اخر طبقه يعني. واخر شيء هاي الصلصه البيضاء. يعني هاي حتى بالفرن يطلع شكلها. وهسه راح نخلي عليها جبن الموزاريلا. اها جبن. تتغطى بجبن الموزاريلا. هذا جبن يعني اللي يتخلى على البيتزا؟ نعم هذا جبن يسيح. تمام. يدخل الفرن. اكو انواع كثيره يعني من هذا الجبن، يعني تقون يخلوه منه؟ لا هو هذا الجبن لازم، او هذا جبن بارميزان لازم هذا الجبن يسيح. اوكي. يعني على حسب الموجود، حتى هذا الجبن العربي الموجود حاليا هم يصير. يعني المهم جبن اي جبن يسيح. أوكي. مو شرط الا هذا. اوكي هسه ندخلها على درجه حراره فرن حوالي 200. اوكي 200. والوقت اشقد تقريبا يعني حوالي 20 دقيقه. 20 دقيقه. نعم مشاهدي الكرام ناخذ فاصل قصير لبين ما يكمل طبقنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل اطباقنا لهذا اليوم. شايف وين وصلنا هسه؟ هسه راح نبلش بالطبق الثاني اللي هو سوب الخضار. سوب الخضار الكوريه على الطريقه الفرنسيه. اه هاي الطريقه الفرنسيه. نعم. يعني زين المقادير اللي راح تخليها هذا الطبق؟ يعني المقادير كل الخضار الموجود بالبيت، يعني تقريبا 150 غرام جزر، 100 غرام شجر، 50 غرام قرنبيل وبازاليا وبصل وثوم. أوكي. الخضار الموجوده بالبيت يعني. يعني الشيء الموجود بالبيت ما. نعم. شرط الا نفس هاي المقادير اللي احنا عاقوله. بالضبط. لان هي يعني شوربه من الخضار، يعني شوربه الخضار الموجود بالبيت. تمام. ايضا نفس الحاله راح نخلي زيت وبعدين زيت وزبد. هذا زيت زيتون وهذا زيت. تمام. شوية بصل، شوية يموع الزبدة وبعدين تخلي البصل. تمام. القليل الكمية ايش قد تكون؟ يعني 50 غرام بصل. البصل يكون أقل المكونات بالطبق دائما، يعني حتى بالسلطات هو يكون أقل شيء. طريقة التقطيع تكون نعمة حتى ينقلي. تمام. شوية ثوم هم حسب الرغبة الكمية اللي يريدون يخلوها. صحيح.
يعني هو لازم يتحمص لو بس مجرد يذبل. انه يحمر بس يذبل. اوكي بهذا الطبق التوابل اللي راح تخليها ايش نوعها؟ بس فلفل اسود. بس فلفل اسود ملح و هسه راح نضيف كل الخضار. هم ينقلون يعني شوية؟ شوية. نفس البصل بس مجرد انه يذبلون. يذبل. هي راح تخليه شويه يذبلون بعدين تضيف له ماي لو راح نضيف مي الاساس اللي هو مي اساس الدجاج. يعني ماي مجيد. ماي مال الدجاج. يعني تقول يخلون ماي العادي لو الا ماي جيد. ماي عادي عادي. اوكي. يعني انت خليت ماي مجيد حتى يكون بينه طعم اقوى دجاج او ماي لحم ايضا يصير. بس راح نضيف المي. ايش قد تقريبا بيكون الماء؟ يعني تقريبا على هاي الكميه نصف لتر. نخليها شويه تغلي حتى تستوي الخضار. هي بهذا الشكل يعني تكون جاهزه لو اشرح بعدين؟ لا بعد هسه راح نطحنها. هسه راح نخلي بعد ما نطحنها نخلي شويه الملح نتبلها بالملح والفلفل. بس مجرد شويه تغلي. نعم. بهذا الاثناء راح نقوم يعني باعداد الكوكتيل روبيان اللي هو الطبق الاخير حتى نستفاد من الوقت. اوكي تمام. مقادير هذا الطبق شلون تخلي معانا؟ يعني هي مقادير جدا سهله، عباره عن خس مثروم وروبيان وصلصه كوكتيل من المايونيز والكاتشب. تمام. ويتقدم بهذا هذا الكاس يعني هذا الجار. تمام. اوكي فاحنا هسه راح نبلش بما تغلي الصلصه. يعني هذا الطبق الشيء المميز منه انه راح يكون معانا الروبيان و بالضبط. لازم تقطعون يعني بهاي الطريقه. قد كمية يعني تقريبا تخليها؟ يعني لمن ما نثرس هذا الكوب حسب الكمية اللي هي محتاجوها. بالضبط. يعني ما شرط. يعني احنا هذا لشخص واحد فقط. شخص واحد. هذا فقط لشخص واحد. تمام. بس نخلي الخس. هتخلي اول شيء الخس. الخس. تمام. هو راح يكون طبقات. طبقات. الطبقة الأولى لازم تكون خس. هسه نخلي الروبيان، الروبيان هذا مسلوق. مسلوق؟ جاهز. بس لو خليت معانا ملح او شيء اكيد بشويه ملح. ملح بس. يعني 50 غرام روبيان للشخص الواحد كلش كافي. تمام زين شوفها ايش قد كم دقيقه خليت الروبيان ينسلق؟ يعني حوالي 10 دقائق لان هو ما يتحمل. لان هو يعني الروبيان بسرعه يستوي فما اعتقد خلينه اكثر ينسلق. هسه راح نعمل صلصه الكوكتيل اللي هي تتكون من المايونيز والكاتشب. تمام. عندنا مايونيز جاهز. مايونيز العادي هذا؟ مايونيز العادي وهذا الكاتشب. هذه صلصة كوكتيل أيضا فرنسية. المايونيز اللي يريد يعمله بالبيت يطيق يعمله بالبيت، اللي ما عنده يطيق يشتغله من المحلات موجود.
شوية عصير ليمون. يعني تخلط الصاص مع المايونيز؟ نعم. يعني هو لازم يكون ليمون طبيعي؟ ليمون ايه طبيعي ليمون. وليمون عادي حتى يصير. تمام، بس المجرد انه يكون بالشوي حامض. بالضبط. هذا يحتاج شوية بعد كاتشب، لازم يتغير اللون حسب، يعني هو لازم يكون شوية على حمار شوية أكثر. أوكي. يعني لازم يتغير اللون. لازم يتغير اللون. الصوص يتخلي يعني كطبقة ثالثة. بالضبط. التزيين هذا الكوكتيل بالبيض المسلوق والليمون الحامض. اها، بيض مسلوق. شريحة من البيض المسلوق. بس للتزيين. للتزيين فقط. اوكي، هذا الكوكتيل جاهز. تمام، هو همين غريب وهمين مفيد وهمين اشياء صحيه في شهر رمضان. هسه نرجع للشوربه، الشوربه هسه جاهزه. تمام، فقط ناخذ فاصل حتى نفهم شو. تمام تمام. نعم مشاهدينا الكرام، ناخذ فاصل قصير لبين ما يكمل طبقنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل حتى نكمل اطباقنا هذا اليوم. هسه هاي الشوربه كتبلت، بس راح نتبلها بالملح والفلفل ونسكبها عادي. طبعا مشاهدينا الكرام، ننوع على انه ضيف حلقتنا لهذا اليوم اللي هو الدكتور هادي احمد، مدرب نادي المصري ولاعب محترف سابق في كره القدم. لازم نكمل تجهيزات الافطار على وقت ان شاء الله. هسه الشوربه كتبلت، بس راح نتبلها ونقوم بسكبها. اوكي، نقدمها مع باقي الاطباق. هسه ايش راح تخلي له؟ شوية فلفل اسود. فلفل اسود. رشة. رشة واحدة بس. بس وشوية ملح. حتى بس نعدل الطعم. الملح حسب الرغبة. الملح حسب الرغبة. هسه هاي الشوربه صارت جاهزه للتقديم. اوكي تمام، هسه عم نقدم هذا الطبق. للتزيين ايش راح تخلي معه؟ ليمون حامض. ليمون بس ما اكثر. عندنا الطبق الرئيسي هسه جاهز. هسه نطلع من الفرن. جاهز ايضا. هذي خلي معها نعناع شوية، يعني هذي حسب الرغبة، ممكن نخلي أعشاب. طماطم تزين؟ ممكن إذا تكون طماطة قوية. أوكي. وهسه عندنا أيضا المعكرونة جاهزة، راح نطلعها من الفرن. كملت تمام؟ بتكون بهذا الشكل.
اللي غدة تحمر بعد تقي يخليها يعني. يعني هو تقريبا هسه الشكل مكتمل طالما انه جبن يعني ساح وتحمر. هو كأساس يعني هالشكل لازم. خلاص هاي اكتملت. وهي اطباقنا لهذا اليوم. تمام نعيد اطباقنا لهذا اليوم حتى نزكي فقط. نعم الطبق الاول اللي هو طبق المقبلات يعتبر اللي هو كوكتيل الروبيان، وطبق الشوربه اللي هو شوربه الخضار على الطريقه الفرنسيه، وعندنا المكرونه غلاتان من المطبخ الايطالي. نعم عاشتي لك يعني شيف، تعبناك لهذا اليوم يعني اطباقك مميزه كانت. شكرا جزيلا لك. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام حان موعد الافطار ولازم نستقبل ضيفنا لهذا اليوم اللي هو الدكتور هادي احمد مدرب نادي الموصل ولاعب محترف سابق في كره القدم، فكونوا معنا. هذه ضيفة في برنامج الموصلية جمعتنا. يا اهلا وسهلا، اهلا بالموصلية واهلا بك سيد، واتشرف بلقائكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. بالبداية استاذ هادي نتكلم عن موضوع الحوار عن شهر رمضان، انت ذكرياتك في شهر رمضان شنو هي؟ والله شهر رمضان شهر كلش حلو، شهر جميل على الكل، ولي ذكريات من كنا صغار ومن كنا طلاب وخاصة في المدرسة الابتدائية، وعندنا ذكريات حلوة بشهر رمضان الكريم اثناء الدراسة. واهم ذكرى عندي يعني الاستاذ مدرس الدين بذاك الوقت استاذ محمد مصطفى اسمه مركب، فكان يعلمنا التجويد برمضان ونفطر على التمر واللبن، وكان صوتي جيد بتجويد القران الكريم، فكان ينطيني دورات اثناء رمضان بالمدرسه الابتدائيه بعد الدوام، فبي ذكريات حلوه ان شاء الله. هاي من الذكريات يعني تقريبا ايش قد كان عمرك من كنت هاي تقريبا يعني من الصف السادس ابتدائي صف يعني الخامس ابتدائي من كنت صغيره يعني تقريبا بالضبط العمار بالضبط عمرنا صغير، فكانوا يختارون الفنانين ويختارون الناس اللي مثلا تعرف تمثل او تقرا قران، هاي قبل كانت موجوده يوم الخميس، فاني من ضمن الطلاب اللي وقع عليهم الاختيار، بس شنو كنت ازاغل على الرياضه، احب الرياضه اكثر من الفن. يعني الرياضه اكثر شيء. اي الرياضه هي اللي اخذتني من الفن ومن باقي خلينا نقول المواهب الدينيه مثل الموشحات الدينيه وشغلات وهذه. يعني كتجارب اخرى ما عدا الرياضه ايش كانت؟ كثير عندي تجارب فنيه، عندي في التمثيل، عندي في المسرح، عندي في الغناء، عندي في الموشحات. منوعه يعني؟ منوعه، شاركت عده مسرحيات في الموصل، شاركت في اوبريت ابو القاسم الطنبوري، وشاركت مع استاذ زكي ابراهيم والاستاذ محمد زكي وزملائي زميلي تحسين الحداد اللي هو نقيب الفنانين حاليا، والفنان عبد الله الاسمر، والاستاذ فاضل، والاستاذ خديده. بس شنو قلت لك، على الفن والرياضه الى ما الرياضه خطبتنا وخذتنا. يعني هسه مستقر انت على الرياضه يعني اخر شيء؟ اي نعم، حاليا اتابع الفنانين واتابع حتى اعمالكم المسرحيات المسلسلات، بس صار احترافي رياضه، شهادتي الدكتوراه رياضه، تدريبي رياضه، كبرنا بعد يعني ما ابي بس نتابع الفن من بعيد، لان الفن يحتاج ممارسه. يعني ابتعدت عن الفن حاليا نهائيا؟ لا اتابعه بس ما امارسه. بس متابعه يعني؟ ما امارسه. زين الا اكو اسباب يعني خلتك تعوف الفن وتلتجئ للرياضه؟ اي نعم. هي كانت اسباب؟ انا قلت لك بالطفوله ماكو مشكله، بالمراهقه ماكو مشكله، بس من صارت جامعه وهذا انا قدمت كليه الفنون الجميله، بس العادات والتقاليد كانت شويه صعبه انه ما يخلون الولد يروح للتمثيل او ذيك الفترة. هاي بالبدايه يعني قدمت المعارف الجميله؟ اي بصف سادس اعدادي. تمام. بعدين لا غيرتها وطلع لي قانون سياسه، داومت بالقانون سياسه فتره، بعدين اتجهت الى الكره وحبيبتي كره القدم، لحد الان مدرب في كره القدم. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. نعم نرجع على موضوع رمضان، يعني انت ذكرياتك بالطفوله، يعني اللي يكون تكون طفل يعني اللي يكون لك مشاغبات تفتغ بلا ما يعرفون الاهل او هذه الاشياء، لحد الان ايش تتذكر من هذا الموضوع؟ هي بالبدايه كنا ناخذ الدجاجه ونلبس العكشين على اساس احنا صايمين ونفرك الشفه حتى تصير بيضه، احنا نروح نشرب ميه من وراء هاي بس سبيل انه نتعلم، رادوا يعلمونا. كنا نصوم نص يوم مو يوم كامل، ونصوم نص يوم شوي 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 نزاغل، بعدين على ما كبرنا وعقلنا قمنا نصوم رمضان، بس رمضان صعوبته يعني هذا الشهر الكريم، ان شاء الله يا ربي رمضان قادم افضل
ان شاء الله رمضان السماح، رمضان التعاون، رمضان الاخوه، رمضان المحبه، ان شاء الله يا ربي. احنا من زمان نتمنى، بس بالرياضه شهر رمضان له طقوس خاصه، وخاصه من عندنا دوري في رمضان. الصوم باللعب وبالمنافسات صعبه، متعب يعني؟ متعب جدا. فكنا نبات نفطر نعوض في ايام اخرى او في مثلا اوقات اخرى. يعني اذا كان عندكم دوريات مهمه تفطرون بهذه الفتره، شو تسوي؟ تعوضها بعدين. صعبه صعبه، انت تدرين الجسم يحتاج طاقه ويحتاج الى كربوهيدرات ويحتاج الى فيتامينات، هاي من تكون مفقوده اللاعب ما يقدر يؤدي. تمام. فاذا كنا لاعبين او مدربين ما نقدر احنا نجبر اللاعبين انه الا تفطر، الا تفطر هذا يعني. هذا الشيء يعني يكون حسب رغبتهم، حسب رغبته، حسب امكانيه الشخص اللاعب على الصوم. احنا اهل الموصل معروفين كل عبادنا في الدوري العراقي اللاعبين صايمين، نوبات تاثر على النتائج مالتنا، بس كل واحد متمسك انه ما يفطر ما يفطر ابد، فبي نوبات يصير نوع من خلينا نقول الاخذ والعطاء بين المدرب واللاعب، لازم تفطر، لازم ما ادري شنو. كان المفروض يعني من يصير دوري ورمضان يصير راحة بهذا الشهر المبارك، يعني حتى بالدوام احنا هسه من نداوم يصير شهر رمضان يعني المفروض عطلة. في بعض الدول يعني هو له هو مقترح هسه لكل الوزارات انه شهر رمضان شهر استراحة، شهر نقاء، شهر مثل ما يقول واحد يجدد مثلا صحته، شهر الصوم، بي صحة، بي صبر. اتمنى يكون عطلة، يعني عطلة للكل في شهر رمضان الكريم. تمام. الساعة يعني الاشياء، الالعاب المهمه اللي كانوا يلعبوها في شهر رمضان هي الالعاب يعني ما عدا كره القدم، انت ايش تتذكر من الالعاب اللي كانت؟ والله هي الالعاب الشعبيه الموجوده كانت المحبس والفار والشغلات الباقي، الدومينا وما دومينا، بس هي اشهر لعبه هي لعبه المحبس، اشهر الالعاب هي. واحنا نلعبها دائما يعني بالمنطقه، او عندنا لعبه خارج الموصل او دال لاعبين يعني تصير حلوه على بقلاوه، على فتشي، على عصير. كنا دائما شرطنا هذا انه مو الا واحد يلعب لعبات اخرى صعبه، بس هاي يعني اللعبات المشهوره هي اشهر وحده هي المحيبس. تمام. صراحه. نعم دكتور، نبدا بدعاء الافطار هذا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت ولصيام يومي غد نويت ذهب الظما وابتلت الارض. صيام مقبول ان شاء الله دكتور. اجمعين امين ان شاء الله يا ربي. نعم. نرجع على موضوع اخر، يعني احلى شيء بشهر رمضان هو الجمعيه على الافطار، ايش كنتم تتذكرون؟ والله يعني كانوا يجمعون، هي احلى من لمه الاهل ولمه مثلا خلينا نقول الاخوه والاخوات والاصدقاء. واكثر شيء رمضان هو اجتماع للعائله، اجتماع للاكلات الحلوه الرمضانيه، اجتماع الاخذه كان بغير مكان مثلا الاخت، اذا ويحز بنفسنا انه نبات مثلا نقضي ايام رمضان بدون اخ او بدون اخت او بدون صديق. وهي لمه حلوه قلت لك على المائده الرمضانيه اللي تجمع، وان شاء الله يا ربي في هذا رمضان الكريم نجمع كلنا على طاوله، مو بس طاوله البيت، طاوله الوطن وطاوله المحافظه في رمضان كريم ان شاء الله. تمام. يعني هي احلى شيء بشهر رمضان يعني هي اللميه، انه الاهل كلهم يجمعون على افطار كل النوعيات يعني حسب الرغبه، يعني اي اللي يغيد هذا النوعيه انا اغيد من هذا الاكل بالضبط، بس حسب الاشياء اللي يغيدوها. العفو اللي يفرق في رمضان يعني كل الاكل طيب، لانه الشخص يجي من عدم اكل وصوم وهذا، فكل شيء يشوف قدامه حلو، كل شيء طيب، بس اكو اكلات خاصة بأهل خلينا نقول الموصل مثلا يسويها. أكلات يعني معروفة بمدينة الموصل، معروفة يعني اعتيادي، احنا ذا الدولمة معروفة مو برمضان، فمعروفة مثلا في رمضان الدولمة، وحتى ناس حتى الباتشا في رمضان، حتى سواء كانت في السحور أو سواء كانت في الإفطار. بعض الأكلات الكبة مثلا الموصلية المشهورة، التبسي، البرياني. اي بس قلت لك اشياء ملوعة بشهر رمضان. اي واحد يشتهي كل شيء، مثل ما هسه احنا مشتهيين كل شيء ان شاء الله. تمام. دكتور هادي، اخيرا امنيتك انت لمدينة الموصل؟ والله انا اتمنى في هذا رمضان ان شاء الله يا ربي يعم الخير والسلام، مو بس على الموصل، بس على جميع المحافظات العراقية وعلى العاصمة الحبيبة بغداد وعلى الموصل، هذه الموصل الجريحة وعراقنا، واحنا واحد، واحنا يا ربي بجهاد الشهر الكريم انه ترجع الالفة والمحبة بيناتنا. احنا اخوه، لا فرق بين طوائف، لا فرق بين اديان، لكم دينكم ولديني، كل واحد له عاداته وتقاليده.
كل واحد له معتقداته، المسيحي، اليزيدي، صائبي، شيعي، ما عندنا الحمد لله احنا واحد، احنا عائله واحده. خلي على هذه المائده الرمضانيه ان تكون مائده عراقيه تجمع، شلون نجمع اكلات؟ تجمع جميع الطوائف العراقيه، وشهر رمضان خير علينا وعليكم يا ربي، وما يمر الا بسعاده. واللي احلى منه انه ورا شهر رمضان يجي هذا العيد، هذا عيد الفطر، عيد الفطر المبارك من رب العالمين، انه الكل بسعاده وخير. وانا اتوقع يا ربي ان شاء الله في هذا العيد وفي هذا الشهر الكريم ان يرجع العراق الى ما كان وفي عهد سابق ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، يعني ان شاء الله يا ربي دائما نجمع على شكل قعدات. اشكرك واشكر هذا اللقاء الجميل، واشكر الاستاذ احمد المخرج، واشكر الموصليه اللي متابعتنا في كل شيء. ورمضان كريم علينا وعليكم، ومن هسه كلكم كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. الله يخليك. نعم مشاهدي الكرام، إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوصلة يا جماعتنا. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.